السلام عليكم خالتي. الناس اللي عندها بوكس تي في ولا عندها اندرويد تي في لازم عليكم تصفقوا هذا الفيديو، لانه غادي تجي نهار وين تحتاجوه. راح نوري لكم التطبيق غادي يخدم الخدمه تاع هذا الريموت كنترول ولا التليكوموند. اونكا وهاد التليكوموند تخسر ولا تتكسر ولا تتودر ولا يصرى فيها اي مشكل، يكون عندكم التليفون تاعكم اندرويد تقدروا ترجعوه ريموت وتستخدموه في بلاصه التليكوموند. كيفاش ديروا؟ غادي تجو للبلاي ستور هنايا غادي تطلعوا هذا التطبيق هاوينا اسمه ريموت فور اندرويد تي في، غادي تليشارجوه وتانستالوه. غير كيما تفتحوه الشرط الوحيد باش يتمشى معكم هذا التطبيق هو انه التليفون هذا والتلفزيون يكونوا كونيكتين في نفس الواي فاي مباشره. غير طلعوه غادي شوفوا يخرج لكم البوكس اللي تكونوا تستعملوا فيه ولا التلفاز. كيما انا هذا هو البوكس تاعي، غادي نضغط هنا على اوكي، غادي كود يخرج لكم هنا في التلفاز تحكموه وتكتبوه هنايا في التليفون 57DA5C، ديروا هنا سابميت، نعطوا هنا اسم الجهاز نسموه واتش اون، نديرو دون هاو ديفايس كونيكتد. هنا راه عندنا تليفون في بلاصه التليكوموند نقدروا نتحكموا في الجهاز تاعنا. تختاروا هنايا اللي تعجبكم، اما تكون هكا ماوس باد ولا هادي كيرسر. نديرو هنا خلوه هنايا ماوس، نديرو دون. ها هي بينا الانترفاس تاع لابليكاسيون تاعنا، فيها دي راكورسي تاع لي زابليكاسيون تقدروا تلونسوهم ديريكت. مثلا تطبيق تاع اليوتيوب غير تضغطوا عليه غادي يفتح لكم اليوتيوب، ولا نتفليكس تضغطوا على نتفليكس يفتح لكم هنا تطبيق تاع نتفليكس. حاجه اخرى عندكم الهوم تضغطوا عليها يخرج كامل كاع الازرار اللي موجوده في تليكم تلقاوها هنايا، فيها الفوليوم هنايا اللي تنقص وتزيد. ها هنا دقيقه نوريكم، هاي تنقص وديت في الفوليوم، تقدروا مام ديروا ميت. فيه الميكروفون، فيه الروتور، فيه هنايا النوامر اللي تحتاجهم الارقام، فيه الموني، فيه هنا الكلافي، فيه هنا ليشان تقدروا تبدلوا. والحاجه المليحه تاني فيه ماوس. ها هنا ماوس هنايا تقدروا تحكموا فيها، مثلا نهود شوفوا التحت، نهود التحت كاين غوش دروات، فاهمين؟ كاين بعض التطبيقات اللي لازم يكون عندكم ماوس ولا سوري، هذا التطبيق يعاونكم باش تستخدموا لا سوري. وتقدروا ايضا تبدلوها، تروحوا هنا الاعدادات وين كاين هذه ريموت لايوت تبدلوها تخلوها ديتوش. نرجعوا غادي نلقاو هنا ديتوش، يعني فوق تحت غوش دروات، هذه بصفة عامة شاكين في التطبيق. انستالوه وخلوه في التليفون تاعكم، لانه ممكن يجي نهار وين تحتاجوا هذا التطبيق لازم تستعملوه. ان شاء الله يكون عجبكم. السلام عليكم.